أصبحنا ملكا لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 4/5/2024، وتعالوا شوفوا أسعار العجميات، البقر، الأضاحي، اللحم النهاردة. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج، صباحك أبد إن شاء الله. عرف المشاهد باسمك ومكانك. أسعد عبد الغني موسى كوم زمران. المعلم أسعد عبد الغني موسى جماعة كوم زمران، مركز الدلنجات، محافظة البحيرة. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعة صلاة النبي عليه، هو اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا إله إلا الله. أذكر الله قول لا إله إلا الله، تسمع ذكر الله قول لا إله إلا الله، الله يرضى عليك. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. كسر حاجة يا حاج أسعد الأولانية دي، نبدأ يا حاج بالغلبان الطيب اللي على جده. الغلبان 43,500 للغلبان الطيب اللي على جده يا جماعة. 43,500 يشتركوا فيها كم واحد يا حاج أسعد كده؟ يشتركوا فيها أربعة يعزوز الضحية، لا سنتين، بنت سنتين. بنت سنتين يا جماعة تشتركوا فيها أربعة. بسم الله ما شاء الله. أخيرها كم بمرض الله حاج أسعد؟ 43,500، وما بنقولش كلمتين عشان نبيع ونشتري بما يرضي الله. الله يبارك لك. يعني سعر نهائي كده؟ سعر نهائي. لا عرق ولا في حي عليك؟ لا عرقها بقى يجي عليه. عرقها يجي عليه. 43,500 يا جماعة ثمنها الأصلي، وعرق على الله تتفاوضوا مع الحاج أسعد في العرق برضه. اللهم صل عليه كريم. المال يا جماعة صلاة النبي عليه، الله أكبر. الأربع حلبات سلام وكله تمام عشان خاطر مواصفات الأضحية يا جماعة، والكسران جوز، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. كسرة جوز ورقم اتنين، كسرة جوز بس رقم اتنين عليها الصلع الزين يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الصلع النبي الزين، الله أكبر. كسرة جوز برضه يا طال، اللهم صل عليك يا نبي. عاملة كام دروخ راح تجسد؟ عاملة 53,000. 53,000 بسم الله ما شاء الله. لو عجل ذكر يعمل 70,000. لو عجل ذكر يعمل 70,000 بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. رقم 3 حج أسعد، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. السن جوز برضه، السن جوز يا جماعة، وكل ما نخش الجو نلاقوا أحسن. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. والبز، وإحنا مش عاوزين حاجة من البز، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. إحنا نبيع المواصفات والضحية اللي خلقها ربنا، المواصفات والأضحية اللي خلقها ربنا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الحلبات تمام وسلام. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمال وصحابه. والسن جوز برضه، كسر جوز، والسن كسر جوز. بسم الله ما شاء الله. كام حج أسعد ومرتين؟ دي عاملة 57,700. 57,500 يعني تقريبا كده تيجي كم كيلو جاي مع حج أسعد؟ تخاف من 400 حاجة بسيطة. تخاف من 400 حاجة بسيطة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. المال يا جماعة صلاة النبي عليه، هو ربنا يبارك للمال وصحابه. بسم الله ما شاء الله. خش على رقم 4 حج أسعد. تمام ما شاء الله. شوف الظهر الاول كده، حاطط الظهر اللحمه الاول، الظهر يا جماعه، حاطط الظهر اللحمه عشان ما يضحكوش على الناس. الله اكبر. في عالم تبيع لك شعر وكرش ويقول لك انا بنبيع لحم. بسم الله ما شاء الله. اي حاجه انا بنبيع لك عجله لحم، تاكل منها لحم. افرش ونام يا حاج، افرش ونام، هنا اللحم التمام. الله اكبر. شوف الفتحه كده من ورا، بسم الله ما شاء الله، فتحه العجل من ورا عامله ازاي، والفخايه يا جماعه الشابه صلاه النبي عليها، الله اكبر، الله اكبر. مواصفات العجل الذكر واحسن من العجل الذكر. بسم الله ما شاء الله. وقفه يا جماعه، وصلنا ناقص عن قبل العيد اكثر من 5000 و7000 في العجل، قبل من قبل العيد، صح، من قبل العيد الصغير اللي عدى ده. بسم الله ما شاء الله، الاسعار يا جماعه هبطانه من قبل. والله كنا بنبيع زي ديت ب 65000 و67000، كانت يا جماعه ب 58000. 58000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. أشكر الله، لا إله إلا الله، تسمع ذكر الله تقول لا إله إلا الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء. الله أكبر. مين اللي خربها بس؟ أني شايفين معانا شوية زمان برضو كلك زي العسل. هو الحاج جمال، هو ده الحاج جمال بيقول لك خربتها. حاج جمال من النهاردة، حاج جمال من مني 115,000. 115,000 خربت برضو ليه بس يا حاج جمال؟ انت خاب من الحسد يا حاج جمال، عمال تخمس للعالم يعني كده ينفع؟ ها أه؟ يا حاج اسعد، يا حاج اسعد، من الحسد خد مني 400 جنيه عرق على كل عجله 200، على كل عجله 200. الله يسهل لك حاج، ده كده غلطت معاه. اي وجه تقول لي خربتها يا حاج اسعد؟ قال ما حصلش. يا نهار ابيض، الله يبارك لك يا حاج اسعد. بسم الله ما شاء الله. خمس حتت معاك يا حاج اسعد؟ تمام يا حاج، الخمسه هي في حاج. الله اكبر. ما برضه صافى اهوت. بسم الله ما شاء الله. والسن من اهوت، تعال بص على السن كده،
برضه ده للري اللي على جده اربعه برضه خمسه اشتركوا فيه. اربعه خمسه اشتغل في الكوفي يعني. عاملك كام؟ 45,000 ونص. 45,000 ونص يا جماعه ايت. 50 و52 رقم 5 ايت اخر تفاحه العرض مع الحاج اسعد الله يبارك له استحاله. اللي عايز اضاحي العيد يا جماعه العجميات اللي كسره جوز واللبنيه فيهم حاجه لبنيه حاج اسعد؟ لا هي واحده بس اللبنيه اللي هناك. اللي هناك اللبنيه بس وكله كسر جواه. كسر جواه. جميع مصافات الاضحيه يا جماعه بمرضي الله. ادينا الرقم يا حاج اسعد. 010 67 20 83 18 والعنوان قريه كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. اي حد يتواصل معاك. واحد اثنين ثلاثه خمسه موجود. كل حاجه موجود. الله يبارك لك يا حاج اسعد ويصلح حالك وحال الجميع. الحاج اسعد يا جماعه كل حاجه موجوده عنده والمال بيتحدث عن نفسه هو زي ما انتم شايفين. صباح الفل يا غالي. كل سنه طيبين. المال يا جماعه صلاه النبي عليه ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ثلاث عجميات لحمه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. صباحك ابد ان شاء الله. عرفنا باسمك يا صاحبي. طال حلو الدلنجات يا معلم. طال حلو الدلنجات يا جماعه تجار العجميات البقر اللحم كسرين حياة ثلاثة صاحبي. كسرين جواز. كسرين جواز المواصفات الاضحية يا جماعة الله اكبر. اذكر الله. قول لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. كم الاولانيات يا معلمي؟ خمسة ومية. خمسة واربعين الف ومية. عرق على الله برضو ولا لا؟ عرق على الله. ولا بعرقها؟ لا لسه من غير عرقها. من غير عرقها. بسم الله ما شاء الله. 45,100. والوصانية بخمسة. 45 يا جماعة. عرق على الله برضو ايات الله اكبر. كسرة جو رقم ثلاثة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. كسرة جوز أخرى؟ كسرة جوز رقم ثلاثة صلاة النبي عليها كام رقم ثلاثة؟ 44,000. 44,000 يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني في أي أعداد عجميات إن شاء الله؟ في حاجة غير الثلاثة دول؟ في خير يا الله يزيدك ويبارك لك وسط حالك. إدينا الرقم يا صاحبي. 03 وحي 43 44 151 يا جماعة رقمه الدلنجات وتجار الدلنجات. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواد احلى. الله يبارك لك واصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله اكبر. هنا السمنتال يا جماعه خليط السمنتال. صباح الفل يا كبير. صباح القشطه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا. كسرين حاجه دول؟ جواز يا باشا. كسرين جواز. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. جواز السن. اهو السن يا جماعه بسم الله ما شاء الله. السن موجود وكل حاجه موجود. مفضى ومجدي. عرف المشاهد باسمك ومكانك الاول. اسمي عماد عيسى. منين يا عماد؟ اتاي. معلم عماد عيسى تي البارود محافظه البحيره. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعه صلاه النبي عليه ربنا يبارك للمال واصحاب المال. دي بكام ودي بكام يا صاحبي؟ ب 42 وب 43 اقل من السوق. عليهم عرق ولا بعرقهم؟ عرق. لا لا على الله بقى اللي يعملوا يعملوا. من غير عرق. يقدر يقدر. 42 وكم؟ ب 42 و43. 42 و43 يعني دي تزيد عندي 1000. 42 و43 يا جماعه. والعرق اللي تدفعوه مع الراجل المحترم دوت زي ما قال. بسم الله ما شاء الله. بهايمكم يعني. وعلى فوز زايد. وعلى فوز زايد. الله اكبر. الطود يا حاج. الطود. وانت بالطود الناس المحترمين. 16% و18%. العالف 16% و18% يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. انت قوي. اهم حاجه العلف يا حاج. اربع بزاز ما فيش بزازات. الله اكبر. اسحب كده يا صاحبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. المال يا جماعه صلاه النبي عليه زي ما انتم شايفين اهو. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. والصرفات اللي عايز يطلق برضه يراعي مثل سلالات برضه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ادينا الرقم يا صاحبي لو حد عايزه ما توصل معاه. والله قال له انا في السوق على طول. انت في السوق على طول؟ اه. ما طالما ما فيش تليفون يبقى الاسعار مش حاجه جي. امسح الرقم. وانت على طول عشان نمسحه ينفع؟ احنا بنقول يا ناس المصداقيه والناس برضه ما فيش فايده فيه. ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاد.
يا رب اللهم امين. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. طبعا التجار يا جماعة فيه الكويس بيقول الحقيقة وفيه اللي مش كويس ما بيقولش الحقيقة، يجي عند الرقم ويهرب يقول لك ما فيش رقم. ربنا قوي الناس وسط حالها، ادوكم شايفين طبيعه الناس ومعامله الناس بمرد الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين. الحاج اسعد طبعا المصداقيه والاماني، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. ورقمه حطيناه يا جماعه، اللي عايز حاجه الكلمه اللي قالها يتحاسب عليها، الله يبارك له ويصلح حاله، في مصداقيه وفي امانه بمرد الله. الله يبارك لك يا حاج اسعد ويصلح حالك.